الخبر الاول اللي عدنا عن بيسان ونس الشايب وسبهم القناة مملكة القصص وحاكيهم على اختي وكلام زا 18. طبعا ما يعرف شو اللي صاير فنزلت هذول مقطعين على قناتي، وهذا المقطع اللي كان جواني يفضح بيسان فانا جان منا علاقه بي يعني، فالكل اساسا يعرف انه بيسان اسماعيل دائما تسهر بيجي اماكن، فالموضوع اكيد 100%. اما بالنسبه للمقطع الثاني فاتهمت بيسان اسماعيل انه هي باقي الكلمات من هذه الاغنيه باغنيتها الجديده، والموضوع كان بيدلي الكامل وتقدرون تروحون تتاكدون. وطبعا المقطع هم مجرد اخبار وكل قنوات الاخبار حكوا بهذا الموضوع. اما بعدها شو اللي صار فبيسان وانس نزلوا على حساب بيسان بالانستغرام بث مباشر، وهذا البث المباشر استعرضوا بيه المقطعين هذول مالوتي وصاروا يسبوني ويحكون بي على اختي، وكلام صراحه جدا قليل ادب من انس شايب، راح احطوكم اياه هذا. شوفوا شوفوا حبايبي، شوفوا الزباله هذا، شوفوا حبايبي فضيحه بيسان، فضيحه بيسان وامها، كله فضيحه بيسان، فضيحه بيسان. ان شاء الله بكره اختك، امتى ان شاء الله اختك بكره علي فضيحه انت، ان شاء الله بكره اختك، ان شاء الله يا رب بكره اختك ينزل لها فيديو وكل الناس تحكي فضيحه، فضيحه تصير ترند الوطن العربي اختك ان شاء الله يا رب. خلاص انس نحن مو مثلهم، بعد اذنك لا تحكي لا اخته ولا حبايبي، والله العظيم أنا. والله العظيم يعني درجة الكلام بهالقد وصخ بيسان طلبت من عنده انه يوقف. وطبعا مع انه لو تلاحظون انه كل مقاطع سواء الفضايح او سواء الاخبار اللي انزلها عنهم بعمر ما حكيت على انس الشايب انه هو زباله مثل ما هو قال علي، او حكيت بي على عرضهم مثل ما هم يحكون باعراض الناس، او اني حتى فشرت عليهم. اول شيء لانه طبعا تربيتي ما تسمح لي بهذا الشيء، وثانيا لانه اعرف انه اني باليوتيوب وانه اكو هواي اطفال يتابعوني فاحترم انه ما اسب قدامهم او ما احكي كلام، ولكن الصراحه شيء متوقع من انس الشايب، فمثل ما حطيت لكم بالمقطع ذاك السابق شوفوا كلام انس الشايب والوساخه اللي يقولها. لا انت يلا روح يا شرموطه، شو رايكم شباب يا قحبه؟ بصراحه ما اعرف شنو اقول، بس راح احطكم مقطع نشوف الفرق بين انا شلون ادعي لهم هم شلون يدعون. على كل ان شاء الله خير، والله يفرج عليها. وطبعا يا حبايب لا تنسون تدعوا لها بالكومنتات. الله يا رب بكره اختك ينزل لها فيديو وكل الناس تحكي فضيحه، فضيحه تصير ترند الوطن العربي اختك ان شاء الله يا رب. اما بالنسبه لانس الشايب وحكي على اختي، فاول شيء اختي ما تسهر بيجي اماكن وتترقص بيها، وما تلبق قصير عمود تجيب مشاهدات، امي ما تجبرها على شيء، ما ادري صراحه شلون تقارن بين الاثنين، ومع انه اختي هم ما عندها اب وابوي الله يرحمه، لكن على الاقل هم نزلت مقطع واستغلت هذا الموضوع عمود تجيب مشاهدات. اما بالنسبه لقصه الفضايح فنرجع نعيد لكم الدرس من جديد، لو نكتب حاليا فضيحه بيسان باليوتيوب وروح انه هذا الاسبوع كم فضيحه نازله على بيسان، راح تشوفون انه اكثر من مليون فضيحه اساسا نازله على بيسان، وكالعاده بيسان تترك الكل وتجي بي علي، لان تعرف دائما الفضائح لا ننشر عليها تكون حقيقيه 100% ويا الدلائل، فهم يضجون من هذا الشيء ويحبون ان يضروني ويطلعون يحكون علي ويسبوني. طبعا هذا كله كوم الاستعطاف والنفاق اللي يسويه بيسان وانس الشايب، راح اعطيكم مثال بسيط. فبيسان وانس نزلوا على حساب انس الشايب بالانستغرام هذا الستوري لكل كلام مو مهم، ولكن شوفوا بس هذه لقطه شنو قال. قطع الاعناق والقطع الارزاق، ممكن تعيدي شنو قلت بالضبط؟ قطع الاعناق والقطع الارزاق. اوكي للمعلومه بس يا حبايب، بالبث المباشر اللي كانوا طالعي بيسان وانس صاروا يحرضون جمهورهم انه يبلغون على قناتي وانه يحطوا لي ديسلايكات وتعليقات سلبيه ويضروني، ونفس الشيء سووا شركه حيدر جيتار لما طلبوا من المتابعين انه يروحون يبلغون على قنواتهم، وطلبوها حرفيا يعني من المتابعين انه يروحون يتهجمون على هذا الشخص. وطبعا هذا اكيد يعتبر شيء غلط، ويعتبر هذا الشيء قطع بالارزاق، وهذا الشيء يعتبر حرام، رغم ان شركه حيدر جيتار اساسا مضاراتهم حاليا كلكم تنتشروا باليوتيوب، الشركه تهجم على الشركه كلها ابلاغات ريبورتات. حبايبي بدنا نمسح في كل واحد بده يجيب سيرتنا بالعطل من يوم طالع بالسوشيال ميديا، راح نمسح في كرامتك الارض. انتوا حبايبي من غير ما احنا نحكي اسم الشركه، حبايبي القلب كل شخص بيتابعنا يكتب اسم الشركه على اليوتيوب بالتعليقات، وكلكم حبايبي روحوا على قناه اليوتيوب تبعت الشركه امسحوا في كرامتهم الارض. هو هذا الشخص نفسه اللي كان يقول قطع الاعناق والقطع الارزاق؟ طبعا كلام انس الشايب ذكرني بكلام قالته بيسان اسماعيل الي بالخاص، ان رين بيوتي وغيرها من المتابعين وحتى حكت بي على متابعيها، فانا فكر اطلع افضح الموضوع اذا بيسان وانس الشايب ما طلعوا واعتذروا من عندي بستوري الانستغرام. طبعا يا حبايب هذا المقطع مجرد رد بسيط، هو الرد الاول باكر راح ينزل الرد الثاني، وبعدها تنزل فضيحه نارين بيوتي اللي شنو قالت عليها بيسان اسماعيل غيرها من المشاهير. وعندي سؤال اخير يا حبايب، ليش دائما هذول المشاهير لما يراسلوني بالخاص رغم انه انا دائما انشر عليهم فضايح ودائما يقولون احنا نحب محتواك واستمر؟ ما ادري صراحه اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالموضوع، وشو رايكم كلام بيسان وانس الشايب وحكيهم، ويعني الكلام قليل ادب الصراحه اللي قالوه. وطبعا يعرفني زين وشايف قناتي يعرف انه من بدايه قناتي الى الان بعمري ما سبيت بيسان او انس الشايب او غيرهم كلمه واحده، لاني دائما احترم انه انا باليوتيوب وموضوعي اخبار.